هل سمعتم عن آخر مكري وخداعي أحبار اليهود وسادتهم؟ ماذا حدث من مكرهم وخداعهم هذه المرة؟ اجتمع أربعة من أحبارهم وسادتهم، وهم كعب بن أسد وعبد الله بن صوري وشاس بن قيس وابن صلوبة، وتحدثوا فيما بينهم، فقال بعضهم لبعض: ما رأيكم في أن نذهب إلى محمد لنفتنه عن دينه؟ فإنما هو بشر. ما كيف يا كعب بن أسد؟ نذهب إليه ونقول له: يا محمد، إن أحبار يهود وسادتهم وأشرافهم، وأن إن اتبعناك اتبعك كل يهود يثرب وما حولها ولم يخالفونا. وهل تنوي أن تتبعه حقا يا كعب؟ انتظر انتظر ولا تتعجل. سنزعم له أن بيننا وبين بعض قومنا خصومة، وأننا جئنا نحاكمهم إليك فتقضي لنا ونؤمن بك ونصدقه. نؤمن به ونصدقه؟ ما هذا الكلام الذي تقوله يا كعب؟ يا شاس يا شاس، أنت تعرف أننا لن نؤمن به ولن نصدقه، رغم علمنا أنه نبي مرسل وأن صفاته موجودة عندنا في التوراة. هل رأيتم مكرهم وضلالهم؟ أرادوا رشوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يزيغ عن الحق ويحكم فيهم بالباطل. وهل ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعرضهم المغري هذا؟ نعم. وبما أجاب الرسول؟ هل انصاع لمكرهم وانخدع بحيلتهم؟ بل عصمه الله من مكرهم وتدبيرهم، فقال لهم: بل أحكم لكم بما أنزل الله علي وما أراني من الحق والعدل. صلى الله وسلم على رسوله المعصوم وحفظه من كيد الخائنين. وأنزل الله على رسوله قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. سمعت أن عبادة بن الصامت حليف يهود بني قينقاع قد غضب من أفعالهم ضد الإسلام والمسلمين، وأنه ينوي أن يتبرأ من حلفهم. يا معشر بني قينقاع، قد علمتم أنني في حلفكم وأنني أرجو لكم خير الدنيا وخير الآخرة. علمنا يا عبادة، فأنت حليفنا وسيدنا، علمنا. ومن الخير لكم أن تسلموا وتؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، تنصروه وتؤيدوه، لأنكم وجدتم ذلك في كتابكم. قلنا لك مرارا يا ابن الصامت لن نؤمن به، لن نؤمن به ولن نصدقه حتى آخر الدهر. احذروا أن يصيبكم الله بما أصاب به قريشا في بدر، وليس مشهد بدر ومصرع جبابرة الكفر منك ببعيد يا شاس. يا عبادة، أنت حقا حليفنا، لكن قل لمحمد ما سبق أن قلناه له. قل له: يا محمد، لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصبتم منهم فرصة، أما والله لئن حاربناك لتعلمن أن نحن الناس. إذن فأنا أنزع نفسي من حلفكم
وأبرأ إلى الله ورسوله من موالاتكم. ما بك يا ابن الصامت؟ لماذا تسير هكذا وحيدا وصامتا؟ أتيت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، بعد أن اعتذرت إليه عن موالاتي لبني قينقاع. وماذا قلت له في اعتذارك؟ قلت له: يا رسول الله، إني أبرأ إلى الله ورسوله من بني يهود، ولا مولى لي إلا الله ورسوله. أحسنت يا ابن الصامت، أحسنت. وكان حاضرا هناك عبد الله بن سلول. لكنني لا أبرأ من ولاية يهود، إنني رجل أخشى الدوائر، ولا بد من موالاتهم ونصرتهم. وماذا كان رد محمد عليك؟ قال لي: يا أبا الحباب، أرأيت الذي نفست به من ولاية يهود على عبادة بن الصامت؟ فهو لك دونه. وماذا قلت له يا أبا العباد؟ قلت له: إذن أقبل. أنت حقا حليفنا وولينا يا أبا العباد. كم تبيع لي هذه الحلي؟ لن أبيع لك شيئا حتى تخلعي هذا النقاب عن وجهك الجميل وأراه. تحشم يا رجل! اخلعي هذا النقاب وأعطيك الحلي دون مقابل. قلت لك تحشم أيها اليهودي! لماذا تصرين على إخفاء هذا الجمال خلف ذاك النقاب أياتها المسلمة؟ ارفع النقاب وسوف أعطيك الحلي دون مقابل. لم يبقى إلا أنتم يا أحفاد القردة والخنازير حتى تساومونني على كشف وجهي؟ لم يبقى إلا أنتم يا عبدة الدرهم والدينار؟ وغوثاه! أيها المسلمون وغوثاه! أنا فداؤك يا أختاه، ماذا حدث؟ ذلك اليهودي اللعين عمد إلى ربط طرف ثوبي خلف ظهري وأنا غافلة عنه. هذا جزاء من تسول له نفسه لاعتداء على أعراض المسلمين. وغوثاه ومصيبته أيها المسلمون. فقال لهم: والله إن ضربتموني ثانية فسأكل كل طعامكم. فخافوا وتركوه. وغوثاه ومصيبته أيها المسلمون. ماذا بك يا أختاه؟ اليهود قتلوا أحد المسلمين في سوقهم. أو قد فعلوها؟ هيا بنا إلى سوق بني قينقاع. هيا بنا. أولاد، لاذوا بالفرار بمجرد أن رأونا. وكيف لا يلوذون بالفرار وهم أشد الناس رهبة من الموت وخوفا منه؟ وقد أخبرنا الله عنهم أنهم لا يقاتلون إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. نعم، ولهذا تراهم قد ذهبوا ليحتموا بحصونه من منيعة. يا رجال، يا رجال، رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم بأن تسارعوا إلى الانضمام إلى جيش الغزو. هل قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني قينقاع في حصونهم؟ نعم، إنه يعد العدة لذلك، فأسرعوا إلى هناك. هيا. عتابة، قل لي، ما هي أخبار غزو بني قينقاع؟ قد حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، 15 ليلة داخل حصونهم حتى استسلموا له،
ونزلوا على حكمه وحكم الله فيهم. وما هو هذا الحكم؟ القتل، لأنهم نقضوا العهد وأخلفوا الوعد وحاربوا الله ورسوله. الحمد لله الذي برأني من حلفهم وموالاتهم. لكنهم استنجدوا بحليفهم عبد الله بن سلول. نحن مواليك وحلفاؤك يا ابن سلول، فأنقذنا من حكم القتل الذي حكم به محمد علينا. لا تخشوا شيئا، سأذهب إلى محمد وأكلمه في أمركم. المهم أن تنقذنا من القتل. لن أترك محمدا حتى يهبكم لي. وإذا رفض؟ سأنقذكم من محمد حتى لو اضطررت إلى حربه. هذا هو رجاؤنا فيك يا ابن سلول، فقد كنت دائما عونا لنا ضد محمد. لا تقلق يا شاس، فابن سلول لا يتخلى عن حلفائه ومواليه أبدا. أحسنت يا ابن سلول، فنحن حقا حلفاؤك ومواليك، ولن تجد منا إلا كل خير ومودة. وبماذا أجابك محمد؟ أبطأ محمد في الرد علي، فانتظرت قليلا وعدت وقلت له: يا محمد، أحسن إلى موالي وحلفائي. وبماذا أجاب محمد؟ لم يعطني جوابا ولم يرد علي. فماذا فعلت معه يا ابن سلول؟ أدخلت يدي في جيب درع محمد وجذبته بعنف، فغضب وقال لي: ويحك، أرسلني. يا لك من شجاع جسور يا ابن سلول حتى تفعل ذلك بمحمد في حضرة أصحابه. وهل أرسلته؟ لا، بل قلت له: يا محمد، أحسن في موالي وحلفائي من بني النضير. وهل أجابك إلى ما طلبت؟ لا، ولكنه غضب بشدة حتى تساقط العرق من جبينه وقال لي: ويحك، أرسلني. وهل تركته يا ابن سلول؟ لا، بل قلت له: لا أرسلك حتى تحسن في موالي وحلفائي. إني والله امرؤ أخشى الدوائر، إذا قتلت موالي وحلفائي من يكون لي نصيرا من بعدهم؟ أحسنت في دفاعك عنا وتمسكك بنا يا ابن سلول. وهل أجابك محمد فيما طلبت؟ نعم، وقال لي: هم لك. إذن فقد وهبهم محمد لك. نعم، وهم الآن أحرار بعد أن نجوا من القتل. تماما، لقد وهبت لنا الحياة، والفضل يرجع إليك يا ابن سلول. لا أدري أنا ويهود بني قينقاع كيف نكافئك على هذا الصديع. لقد كنتم لي نعم العون والسند يا شاس، وصارت الآن أرواحنا وأموالنا ملكك يا ابن سلول. أنتم الآن أحرار أحياء، المهم أن تجلوا عن المدينة. نجلو، المهم أننا نجونا من الموت، وهو أبغض شيء إلى بني يهود. واعلم يا شاس أنكم لن تحملوا معكم من المؤن والأموال إلا ما تقدر الإبل على حمله، بشرط أن تتركوا السلاح. حتى ولو كانت الأموال التي ستقدر دوابنا على حملها ضئيلة، فسرعان ما تزيد وتتكاثر بالربا، فنحن بارعون في إقراض الأموال بالربا الفاحش. ولكن إلى أين سترحلون يا شاس؟ منذ متى كان لليهود أرض أو ديار؟ كل الأماكن عندنا سواء، لن نعدم مكانا ننزل فيه بعدها نستولي عليه ويكون لنا وطنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي طهر المدينة من اليهود. نعم الحمد لله، الحمد لله الذي طهر المدينة من مكر بني قينقاع، وندعو الله أن يطهرها من بقية اليهود. وفي ابن سلول وأمثاله أنزل الله على رسوله قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي برأني من حلفهم وموالاتهم وجعلني أتولى الله ورسوله. وفيك يا ابن الصامت أنزل الله قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق الله العظيم.